مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيا. اليورو فايتر تايفون ليست مقاتلة من طراز الاف 22 او الاف 35، ولست لديها قدرة مقاتلة من الجيل الخامس، ومع ذلك لا يزال بامكانها التنافس مع افضل الطائرات المقاتلة على ارض اليوم. كان هناك وقت كانت فيه الفكرة الطائرة الاوروبية المشتركة مجرد حلم بعيد المنال، ومع ذلك اثبت البرنامج التعاوني الاوروبي الذي انتج بانافيا تورنيدو أن الأعداء السابقين يمكنهم العمل معا بشكل جيد في تطوير طائرة حربية عالية القدرة. صممت اليورو فايتر تايفون لتزويد 4 من القوات الجوية في القارة بمقاتلة الدفاع الجوي، ستكون متفوقة من جميع النواحي على أحدث جيل من الطائرة الحربية السوفيتية التي تأتي على الخط. تأسس اتحاد يورو فايتر في يوليو 1986، وشارك في نفس الدول الثلاث ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة التي عملت على تطوير بانافيا تورنيدو. انضمت إسبانيا لاحقا إلى هؤلاء الثلاثة، بينما كانت فرنسا أيضا شريكا مبكرا في الطائرة المقاتلة الأوروبية قبل أن تختار باريس متابعة برنامجها الخاص الذي أدى إلى تطوير داسولت رافال. حدد العمل المبكر في مشروع يورو فايتر تايفون المفاهيم الأساسية لمستقبل يورو فايتر تايفون، بما في ذلك الطائرة الأمامية الكاذبة والأدوات التحكم الرقمية النشطة واستخدام المكثف لمركبات ألياف الكربون وغيرها من المواد المتقدمة، ويد على دواسة الوقود والعصا، قمرة القيادة وإلكترونية الطيران المتقدمة، وشاشة عرض قمرة القيادة متعددة الوظائف، وإدخال الأوامر الصوتية المباشرة. تم اختبار العديد من التقنيات باستخدام متظاهر واسع النطاق برنامج الطيران البريطاني باي، وتم إنتاج 7 نماذج أولية، وكانت أول رحلة لها في مارس 1994. تم إعادة تسمية الطائرة لاحقا باسم يورو فايتر 2000، ثم إعادة تسميتها لاحقا باليورو فايتر تايفون. حقائق بارزة على اليورو فايتر تايفون: قدم المجال الواسع للرادار المسموح ميكانيكيا كابتور ام فوائد كبيرة في كل من الاشتباكات جو جو وجو سطح. لقد وفر قوة وفتحة كبيرة من أجل تغطية زاوية محسنة وحدة متعددة الأوضاع. كان كابتور ام قادر على البحث عن أهداف في أوضاع المدى أثناء البحث RWS والبحث عن السرعة VS والتتبع المتعدد الأهداف أثناء المسح TWS. تم تصميم أوضاع التتبع القفل لتتبع البعيد المدى والتتبع القصير المدى لاستخدام في التعرف المرئي أو الهجمات الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن توفر أوضاع اقتناء القتال الجوي الخاص بكابتور ام للطيار اختيارا من مجال التسديد أو مجال الرؤية HUD للمسح الرأسي أو الاستحواذ على الرقيق. توفر المقاتلة النفاثة 3 أوضاع بحث متقدمة: المدى أثناء البحث والبحث عن السرعة والتتبع أثناء المسح. بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من أوضاع متابعة القفل التي توفر تتبعا قصير المدى وطويل المدى والذي يمكن استخدامه في الهجمات المرئية والبندقية. تم تقليل عبء العمل التجريبي باستخدام ميزات متقدمة بما في ذلك إدخال الصوتي المباشر والوظائف التحكم في الخانق والذراع، والتي تتيح عملية الطيران الفردي حتى في المهام الأكثر تطلبا. كما تضمنت المساعدة الملاحة أحدث نظام تحديد المواقع العالمي GPS بواجهة رقمية بالكامل وقنوات تتبع عبر الأقمار الصناعية وقدرة مقاومة التشويش. كان اليورو فايتر تايفون ملحوظا لكونه يحتوي على 15% فقط من سطحه المعدني، عزز ذلك التخفي والحماية ضد الأنظمة القائمة على الرادار. إجمالا تم تصنيع ما يزيد عن 75% من الطائرات من المركبة الألياف الكربون. تستخدم محركات EG200 ثنائية البكرة توربينيا أحادي المرحلة، يقود مروحة ثلاثية المراحل وضغطا بخمس مراحل مع احتراق حلقي مع قواعد التبخير. ولقد مكنت الرحلة البحرية بسرعة تفوق سرعة الصوت دون احتراق لاحق. استخدام التايفون أيضا تكوينا ديناميكيا غير مستقرا عن عمد يوفر قدرة فائقة على المناورة بسرعة دون سرعة الصوت، بالإضافة إلى قدرة أسرع من الصوت. اعتبارا من أكتوبر 2020 تم تسليم 572 طائرة يورو فايتر تايفون. لا تزال الطائرة في الخدمة مع القوات الجوية المتعددة بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بينما اعتمدت النمسا والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية الطائرات. حاليا يتم عرض 4 من نماذج أولية الباقية الآن في المتاحف في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.